مميزة، أول المراكز مباشرة تواجد الشايقة لسعيد بن عبيد بن قطيان المري والنقلة للمركز الثاني، وتابع المدينة لفيصل بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي والمركز الثالث، أرى تواجد وتقدم الشاهنية لحمد بن محمد بن جابر العاضي المري مع المركز الثالث، رابعا وتابع تواجد وتقدم المركز الرابع هملولة لفهد بن حصين النعيمي والمركز الخامس، وقدم الرياضية لسالم بن عبيد آل الضحاك المنصوري. هذه الأسماء الخمسة المتقدمة والمتنافسة والمنطلقة بأيضا منافسة شيقة بانطلاقة هذا الشوط وبالمنافسة لنيل ناموس والمركز المتقدم. مطمع الجميع هي كلمة الناموس، الكلمة الغالية التي يسعى من أجلها الملاك والمضمرين وعشاق هذه الرياضة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المنافسة وإلى الانطلاقات المميزة، ليتابع هنالك أول المراكز، ليتابع التواجد مع المقدمة ومع المركز الأول. انطلقت المدينة، غيرت مجريات هذا الشوط، غيرت وانطلقت إلى المركز الأول لفيصل بن ناصر بن ترجم السهلي، يقدم لنا المدينة، مدينة بكبرى تسير مع الصدارة بأنوارها وبشوارعها وبانطلاقاتها المميزة. المركز الثاني التواجد من قبل الشايقة المشتاقة لطعم الناموس والمشتاقة للمركز الأول بانطلاقتها، تعود الملكية لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، وثالث المراكز يتسلل وينطلق شعار النعيمي بتواجد هملولة، تنطلق مع ثالث المراكز لفهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي المركز الرابع. أتابع رابع المراكز تواجد الشهرية لحمد بن محمد العاضي المري، يتابعها بالانطلاق ويتواجد شعار مرافقا للشهرية مع المركز الرابع. المركز الخامس تقدم الرياضية لسالم بن عبيد الضحاك المري مع البو المنصوري مع المركز الخامس، سالم المنصوري مع المركز الخامس يقدم لنا الرياضية، سالم بن عبيد الضحاك المنصوري بالفعل ينطلق شعاره مع المركز الرابع، يتواصل في هذه اللحظات لتأتي على خامس المراكز الشايك العبيد أو سعيد بن عبيد بن قطيان المري. هذه الأسماء الخمسة لندائنا الثاني، أذعنا على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكن نذهب إلى صاحبة أفضل توقيت زمن سجل معنا في هذا اليوم، هنالك سمحة تواجدت وقدمت لنا المستوى العالي بالانطلاق الجميل وبالانطلاق المثير، مسجلة 9 دقائق 19 ثانية 18 في الزمن الثانية. نهني ونبارك لراشد بن مبارك بن حمد الجربوعي على هذا الفوز المستحق. إذا مشاهدينا الكرام انتصفت المسافة، نشاهد عبر شاشة قناة الريان هذه اللقطة الجميلة من أيمن الميدان، هذه الشاشات التي توزعت أو الكاميرات التي توزعت على أرضية هذا الميدان، قناة الريان الفضائية والمخرجين يقدمون لنا الصورة الجميلة. شكرا لعلي أبو شارف على هذه اللقطات الجميلة. أول المراكز، أول المنطلقين، أول المندفعين، هنالك التواجد من قبل حاملة الرقم 7 واسمها المدينة، بدأت تنطلق مع الصدارة، تنفرد مع المقدمة بانطلاقة مميزة. فيصل بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي يقدم لنا المدينة مع المقدمة والصدارة ومع الانطلاقة الجميلة لجلب الناموس ومعانقة خط الفيصل مع انطلاقة المدينة. المركز الثاني التواجد من قبل هملولة، السلالة الهملولية تجري بعروق هملولة بانطلاقتها مع المركز الثاني، فهد بن حصين الرمزاني النعيمي تواجد شعاره. المركز الثالث التقدم من قبل الرياضية لسالم بن عبيد الضحاك المنصوري. المركز الرابع تقدم شعار بن مهيرة مع الجزيرة،
حمد بن سعيد الجربوع المري يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس اول نداء للشايبه، الشايبه على خامس المراكز، سهيل بن مسلم بن قزول العامري طيف عاني من دوله الامارات العربيه المتحده مقدما لنا الشايبه بلاعيه شبابها وبانطلاقتها المميزه. ارى ايضا الاسماء خلف الخمسه المراكز المتقدمه، اسماء قادمه لمح موعد تواجدها. سيل جارف من الابكار الجذاع، الله يا هذا المجتمع الجميل من قبل الشعارات والاسماء المنطلقه. اعود الى الصداره، اعود الى الانفراد المميزه من قبل تواجد المدينه. المدينه على المركز الاول تنفرد مع اول المراكز تتواجد وتحمل شعار فيصل بن ناصر بن طرجم. اسهلي مع المركز الاول، ثاني المراكز هملوله تتقدم، هملوله لفهد بن حسين الرمزاني النعيمي مع المركز الثاني، ثالث المراكز التقدم من قبل الرياضية. سالم بن عبيد الضحاك المنصوري يبحث عن النصر بتقدم أيضا الرياضية. المركز الرابع الجزيرة على رابع المراكز، حمد بن سعيد الجربوع المري مقدما لنا شعاره بهذه الانطلاقات المميزة، وسعيد بن حمد بن مهيرة من يتابعها مضمرا لانطلاقتها في عملية التصوير. المركز الخامس، خامس المراكز متواجدة الشايب السيد بن سلم بن قنزول العامري، لم يتجدد اي جديد على الاسماء الخمسه المنطلقه والمتواجده بهذه اللحظات، ولكن اعود مع المدينه، اعود مع المدينه، اعود مع الانطلاقه المميزه ومع افتتاحيه الكيلومتر الاخير، الكيلو الاخير عن ناموس هذا الشوط، عن التتويج وعن الانتصار بهذه الانطلاقه. اذا المدينه لفيصل بن ناصر بن محمد بن طرجم السلي على المركز الاول، وهنالك المركز الثاني بدات تعلن الملاحقه والمطالبه بتواجدها الجزيره لحمد بن سعيد الجربوع المري مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من هملوله لفهد بن حسين الرمزاني النعيمي، والمركز الرابع الرياضيه تتسلل الى المركز الثاني، الرياضيه لسالم بن عبيد الضحاك المنصوري. المركز الرابع متواجد الطاقية لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، ولكن أرى اسم قدم بهذه اللحظات شهرية لسلطان بن سعيد بن مصبع النعيمي، غير مجريات هذا الشوط، انطلق شعاره من خلف المراكز حتى تواجد مع المركز الأول. والبريدي قادم شعاره مع بديعة حمد بن عبد الهادي البريدي المري، يبدو أنك أخرت يا حمد مع انطلاقة بديعة. هنالك الصدارة، هنالك المقدمة، هنالك التواجد من قبل الشهرية وسلالة شهيد تثبت الوجود في مثل هذه الأشواط المميزة. وصلت بديعة، ولكن خلاص تهانينا والناموس لمالك الشهرية على فوز الشهرية سلطان بن سعيد بن مصبح النعيمي. ثاني المراكز بديعة لحمد بن عبد الهادي البريدي المري، المركز الثالث كان الوصول من قبل الطاقية محمد بن جعفر المرخان الكتيبي، المركز الرابع كان التواجد من قبل الرياضية لسالم بن عبيد الضحاك المنصور، المركز الخامس كان الوصول من قبل المدينة لفيصل بن ناصر بن ترجم أسهلي. إذا مشاهدينا الكرام نذهب بحضراتكم إلى لحظة وصول الشهرية إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني وقدره 9:42:35 الزمن الثانية. نهني ونبارك لمالك الشهرية سلطان بن سعيد بن مصبح النعيمي. ثاني المراكز بديعة 9:42:50 الزمن الثانية. نهني ونبارك لحمد بن عبد الهادي البريد المري على حصول بديعة المركز الثاني. ثالث المراكز كان الوصول من قبل الطاقية توقيت الزمن 9:42:52 الزمن الثانية. نهني ونبارك لمالك الطاقية محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي.